لقد شاءت الأقدار أن تفقد عمان أباً وقائداً ملهماً، ومع هذا الحدث الجلل ليس لنا إلا الإيمان بقضاء الله وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتنفيذاً للمادة 6 من النظام الأساسي للدولة والمرسوم السلطاني رقم 105/96 في شأن مجلس الدفاع، وبناءً على اتفاق مجلس العائلة المالكة الكريمة بأن يكون سلطان البلاد هو من أشار إليه صاحب الجلاء السلطان قابوس بن سعيد المعظم في وصيته، فقد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم نائبين لرئيس المحكمة العليا، وبحضور العائلة المالكة الكريمة بفتح الوصية هذا اليوم السبت 15 جماد الأولى 1441 هجرية الموافق 11 من يناير 2020 ميلادية. وبناء عليه يتشرف مجلس الدفاع الإعلان بأنه تم تثبيت جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلطان لعمان. حفظ الله عمان وجلالة السلطان.